انت زفت. ولا قوم يلا قوم يلا. ايه دولة صحتني يا عم، صحتني من حلم جميل يا دولة. ده انا كنت خلاص قربت منها. قربت من مين يا؟ صينية بطاطس باللحمة دولة. سيب لي بقى اكملها قبل ما تبقى. قوم يلا ولا قوم، احنا جايين ننام هنا ولا ايه؟ مش ده مكان اكل عيش؟ خش اتكل على الله، روح هات لي تمثال نفرتيتي من جوه. هو مفيش غير رمزي هنا بقى؟ لا بقى نو مش عايز صوت عالي. يلا اتكل على الله. ولا وبالراحة على التمثال عشان ما يتكسرش. لو سمحت كنت عايز اسالك على انت. لا 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 يا انسه، يا استاذه، يا مدام. خد دول يا انسه. انت بتوزعنا عشان كده. عشان كده ايه يا غبي؟ شوف لنا حل في المصيبه اللي حاصله دي. مصيبه؟ ماتت ايه؟ هو انت يعني عايز مصيبه وخساير وخلاص؟ روح اتصرف. ماشي، ثانيه واحده يا دول، ثانيه واحده. ايه يا استاذه؟ يا استاذه، يعني انت جايه يغمى عليك ايه يا استاذه؟ وسع دول. هتعمل ايه يا دوله؟ ايه اللي انت بتهببه ده؟ ما تقلقش يا دوله، الجردل لسه مسحه قبلها بشهرين. الجردل اللي انت بتشرب منه هتفوق بيه الست دي؟ معقوله؟ دي ست رقيقه يا ابني، عايزه برفان كولونيا بس كده. ابو الرقميز معاه كل الحلول. اوعى يا دوله. ايه ده؟ اهو يا دوله. ايه ده يالا؟ ده برفان الليل واخره يا دوله. ده برفان اخر ليله، ليل واخره ايه يا ابني؟ لا 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 لا، اشيل الافران ده من هنا يالا، وبسرعه. يلا اتصرف. روح على الدكتور. ماشي. هوا يا دوله، هوا. بقول لك يا دوله، دكتور من اللي هو بيكشف على العيانين ده؟ لا، بيصلع عربيات، ده وقت غباوه. يلا بسرعه. يلا خلي بالك من جردل. يلا يا جردل. يا انسه، يا استاذه، طب ايه؟ اجيب ميه بسكر ولا اعمل ايه؟ هعمل انت بنت حصل لها ايه؟ والله ما اعرف حضرتك، ده هي دخلت كده ومره واحده راح اغمى عليها. ده انت شبهه بالظبط. شبه مين؟ احمد عز، ناس كتير قالوا لي يعني. افتح بقك كده. وحضرتك دكتور سنان؟ افتح بقك. حاضر اهو. ابتسم. كشر اهو. لف. هو في ايه حضرتك؟ سبحان الله، انت اسمك ايه؟ اسم عادل. متاكد ان اسمك عادل؟ ايوه حضرتك، هما بيقبضوا على اسمهم عادل ولا ايه؟ اصل انت مش فاهم. انا بقى هفهمك. انا جاي اعمل معاك صفقه كويسه. تحت امرك، انا عندي في البازار تماثيل كويسه جدا. يا سيدي، مين اللي قالك بس ان انا عايز تماثيل؟ امال حضرتك عايز ايه؟ اثار يعني متهربه وكده؟ لا 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 حضرتك، ماليش انا في الاثار خالص. انا هدفع لك مبلغ كبير. حضرتك عايز الاثار دي من انه مقبره بالظبط؟ يا سيدي، انا لا عايز اثار ولا عايز مقبره، انا بنتي في المستشفى. لا 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 حضرتك، لا عايزنا ندفع يعني ثمن المصاريف بتاعت المستشفى. لا حضرتك، هي اللي اغمى عليها لوحديها، وحضرتك شفتها بنفسك يعني. يا سيدي اسمعني للاخر، انا بنتي لما اغمى عليها، اغمى عليها لما شافتك. اصل في شبه كبير قوي بينك وبين المرحوم خطيبها هاني. هاني لما مات حصل لها صدمه عصبيه، وانا اتصلت بالدكتور بتاعها وبلغته، وقال لي المفروض نستغل الشبه اللي بينك وبينه. يعني انت ممكن تعمل خطيبها وتكرهها في نفسك لحد مشكلتها ما تتحل. ايه بس حضرتك، دي يعني بيندرج تحت اسم الكذب، وانا ما بحبش اكذب ابدا. يا سيدي، مين اللي قالك ان ده كذب؟ دي كذبه بيضه. كذبه بيضه، كذبه زرقاء، انا ماليش دعوه. طب اتفضل. لا حضرتك، لا 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 لا، اتفضل. ده برضه يعني بيعتبر كذب حضرتك، انت عارف يعني. لا كذب. اتفضل. بص حضرتك، انا ممكن اوافق بس مش عشان الفلوس ولا حاجه يعني، لكن عشان انا اساسا راجل شاعر وحساس وعندي مشاعر، فمقدر كويس قوي يعني ايه واحده تتصدم. عارف حضرتك، انا اتصدمت بتاع 15 مره قبل كده، فاكتر من واحده اتصدمت فيها، بس كان لاسباب خارجه عن ارادتي. عشان كده اما بقول لحضرتك ان انا موافق فانا موافق يعني. حضرتك تحب نبتدي شغل من امتى؟ دول 15,000 جنيه، ممكن نبتدي من امتى؟ نبتدي زي ما حضرتك تحب. امتى بالظبط؟ لا يمكن، لا 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 لا، لا يمكن استحمل ان انا اشوفك بتبص لواحده تانية وبارادتي الحره. بص، انت عايزه بس عوامل مساعده يعني عشان تقتنع بالحكايه دي. بص يا ست، جبت لك ازازه البرفان اللي انت بتحبيها.
طيب جبت لك علبة المكياج اللي كان نفسك فيها من زمان، وأنا كنت بقول لك معيش فلوس وبتاع. أهي. دي مش فرنساوي يا عادل، إيه ده؟ بلاش دي. إيه رأيك في ده؟ 5000. بص يا عادل، هو طبعا يعني انسانيا هو لو هدف نبيل اوكي زي ما انت عايز يعني عادي. يا حبيبي، كل السنين دي كنت مسافر؟ كنت مسافر، وبلاد تشيلني بقى وبلاد تحطني بقى. وفين الاكل امال؟ دبايح بالدبايح. دول شغالين ان هو بيخدموني يعني، لان انا صراحة جربت الرجالة، بس الرجالة بقى ما كانوش مظبوطين يعني، كانوا بياكلوا المخدرات ويحطولي بدلها بودرة اطفال وسبيداج. في حاجة ولا ايه؟ ايه بيت الرعب اللي انت ساكن فيه ده؟ لو مش عاجبك يلا روحي، قوم روحي. لا يا حبيبي، انا طول ما انا معاك مش هخاف من حاجة ابدا. طيب يلا بقى ناكل بقى. ايه ده؟ بايدك يا حبيبي؟ بايدي. ايه في ايه؟ كلي. حاضر هاكل. قول يلا. انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بعمل ايه؟ بحط السلطه على المهلبيه. انا كده احط السلطه على المهلبيه وبعدين كمان باكل البطيخ جوه البتنجان. بنعمل محشي بتنجان بالبطيخ، في حاجه ولا ايه؟ ده يبقى كوكتيل يجن. اعمل ايه؟ هي بتقول لك ايه؟ ما فيش حاجه. كلي كلي. طب ما تاكل انت. مش عايز اكل. ليه يا حبيبي ليه؟ انا راجل رزل. ايه عايز ايه؟ خلاص اللي تشوفه براحتك. لو سمحتوا شيلوا الاكل. ها شيلوا الاكل. ايوه انا هقوم بقى. الخطه الف باظت، الخطه بيه باظت. باظت انا هطق حمود. هاتوا الاكل اللي بيتاكل بعد الاكل. خد فين الترمس؟ هات الترمس. ايه؟ انا بحب اسبل، انا بحب اسبل حوايا. في حاجة ولا ايه؟ مفيش حاجة، وانا قلت حاجة. ها؟ أنا بس عايز أسألك، فين هاني حبيبي بتاع زمان؟ فين مامتك وباباك؟ مامتك؟ وفين فيلة المنصورية؟ ليه مش ساكن هناك؟ فيلة المنصورية؟ ولا كان عندي فيلا في المنصورية؟ أنت نسيت يا هاني؟ انا هفكرك. انت بتخش كده بتلاقي الفيلا في وشك، وبعدين بتلاقي نافوره ميه، نافوره، واليمين الباركينج، والشمال الجنينه والبيسين، ورا ملعب التنس. انت نسيت؟ بعتهم. انا بعت كل حاجه عشان خسرت الفيلا دي، خسرتها في القمار عشان راجل قمارتي، عشان راجل. وبعدين عارفه ابويا وامي اتبريت منهم وحجرت عليهم. عايز حاجه ولا ايه؟ يا لهوي لهوي. ايه ماما انت نسيتي ولا يعني؟ انت قصدك ان احنا هنبتدي من الصفر؟ لا ده احنا هنبتدي من تحت الصفر بقى، عارفه؟ هنبتدي من على البلاط. هبتدي بقى من على البلاط كده ونعيش على البلاط، والفتره اللي جايه دي هتبقى ايه؟ ايام سودا. مش علينا احنا بس، على كل اللي هيعرفوني. بجد؟ من البلاط؟ من البلاط. واو الله حبيبي، انا هفضل جنبك طول عمري ومش هتخلى عنك. انا بموت في البلاط. انهار اسود، انهار اسود. ايه اللي بتحب البلاط دي؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بص يا بيبي، اقصر الطرق للوصول الى الهدف المواجهه والضرب تحت الحذاء. حذاء ايه بس وشراب ايه؟ انت مش فاهمه، مش فاهمه يا رانيا. إذن لابد من وقفة حاسمة، بعد التفكير، بعد التروي، شوية اندفاع، شوية سادية، وتقول لها كده في وشها يا ست أنا متجوز وعندي بنت. أيوة بس على فكرة يعني ده كده ممكن تزعل جدا. يا سلام، والله أمال إحنا كنا بنعمل التمثيلات دي كلها ليه؟
ما ده احنا تكون صدقت نفسك يا عادل يا سعيد. لا 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 ما صدقتش نفسي ولا حاجة، بس يعني اعتقد ان دي مش هتبقى نهاية سعيدة. احسن ما خليها لك فيلم رعب يا عادل. خلاص نخليها دراما واطلع اقول له. ياسمين تعالي يا حبيبتي اقفي جنب بابي. بابي هات بوسة. نرمين في حاجة مهمة جدا عايز اقولها لك. يعني قولي يا حبيبي. بصراحة يعني انا متجوز والست دي مراتي والبنت دي بنتي والست دي امي. وده بابا وده جوزي وده ابني. هاني تجوزت واحدة غيري يا هاني. صراحة يعني اتجوزت غيرك لان انا اساسا راجل فلاتي. يعني ايه فلاتي يا ماما؟ انا عارف حبيبي دي حريتك، بعدين الشرع ادالك الحق انك تتجوز اربعة، واذا كان على بنتك فانا هعملها زي بنتي بالظبط. بحبك اعمل ايه؟ ربي بص صبري بدا يستنفذ كل اغراضه. خدي دي بقى، خدي دي. بصي عارفه الناس دي انا هاجرها خالص وما بصرفش عليهم خالص. برافو عليك، انت كده بتعلمهم ازاي يعتمدوا على نفسهم. انا كل حاجه اللي عايزاها في راجل لقيتها فيك. انا بحبك قوي قوي. بص انا هصرف على البيت. طب بقول لك ايه، مدام هتصرف على البيت ما اتجوزها وتصرف عليه. فكلاتك امك. بلاش 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 خلاص بلاش بلاش.